عندي ولد يريد أن يكون لاعب كرة وأنا أمنعه لأني أخشى عليه. الحقيقة يعني إن كنت تعلمي أن ابنك قد حصنته بإيمانه وخلقه وفضله، وأن دخوله مع اللاعبين سيكون بركة عليهم، يعلمهم ما ثبت عليه ويدعوهم إلى الخير، ويكون وجوده بينهم مثل ماذا أقول، مثل غصن الريحان في وسط هذه المجموعة التي تحتاج إلى من يذكرها بالله عز وجل. لأن الإسلام لا يريد أن يرى يعني واحد بس عضلات قوية ودينه ضعيف، لا، نحن لا بد أن يكون عندنا توازن في حياتنا. المسلم الحق هو الذي لديه قوى متضافرة متعاونة متوازنة، قوة البدن، قوة العلم، قوة العقل، قوة الروح، همته في فعل الخير. التوازن في هذا المسلم ما يغرق في جانب ويترك الجانب الأخرى. فإن كان ولدك من هذه النوعية دعيه يذهب، لعل الله أن يجعله في هذا المجمع يعني نورا وخيرا وفضلا يشع على زملائه بالتوجيه والكلمة الطيبة. هم إذا كنت تعلم أن ولدك لا زال كالريشة في مهب الريح تحركها الأنواء وأينما توجهت وهو لم يستقر على حال، فالدين أعظم ما عندنا، الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على كل شيء. الدين الدين، الدين علاقتنا بالله وثباتنا على دين الله يا أحبابي هو رأس المال. رأينا من ملك المال ولم يسعد، رأينا من ملك الجمال ولم يسعد، رأينا من ملك المناصب وكان يعني وجهه مكفهرا. يعني شوفوا، أنا أعطيكم صورتين ليتكم تتأملوها معي. واحد يملك مالا كثيرا، عندما يمشي تجد ما شاء الله البوديغارد خلفه والطبيب بجواره حتى يقيس له الضغط في كل ساعة، ويعني وهو مكفهر حزين ليس عليه مظاهر السعادة. وقد نرى فلاحا مؤمنا يرفع فأسه يضرب الأرض أو يقطع الشجر وهو يبتسم ويضحك وربما يسبح وربما ينشد وهو مبتسم، لأن السعادة من الداخل وليست من الخارج. سعادة سعادة الروح، الروح هي التي تسعد، هي التي تأنس، هي التي تفرح. فالله المستعان، على أي حال أنت أعلم بحال ولدك.